فانيلة الحمراء والشورت الاحمر، واللي على يمينك منتخب الصين فانيلة الزرقاء والشورت الازرق. والكره مع الكويت، عدنان عبد النبي، اياد احمد عباس، عدنان عبد النبي، صالح ضايف، عدنان عبد النبي، جاسم ذياب، القصار فاول، صفارة واضحة من الحكم، ستارة، ذياب، أحمد عباس، ذياب، عدنان عبد النبي، صالح ضايف، جاسم ذياب، صالح ضايف، أوت. ستة ثلاثة لي من الصين، حاول يصوب. ثمانية من الصين، سبعة ثمانية من الصين، مرة ثانية ثمانية. تمرير غير سليم من حارس المرمى علي عباس، والكرة مع الفريق الصيني، رمية جزاء، الحكم العراقي إحسان علوان، إحسان جواد من العراق يعطي رمية جزاء لصالح منتخب الصين. من الشوط سبعة من الصين، الإصابة الأولى كين باي، رقم سبعة من الصين يسجل الإصابة الأولى. واحد الصين، صفر الكويت. والكرة مع الكويت، جاسم ذياب، أحمد عباس، إلى القصار، أحسن القصار واللي أحسن حارس المرمى. كرة مع علي، ثمانية من الصين، يصوب علي أحسن، يصوب، مسك حارس المرمى علي عباس. كرة مع ذياب من الكويت إلى ضايف، فاول لصالح منتخب الكويت. ذياب، عدنان عبد النبي، أحمد عباس. لحد الآن الكويت يشكل هجوم 3-3، والصين 5-1 دفاع. صالح ضايف، فاول، في فاول، صفارة واضحة. الكويت في الدقائق الأولى من الشوط الأول يشكل بالهجوم 3-3، ثلاثة قدام وثلاثة بالظهر، والفريق الصيني بالدفاع 5-1. القصار من الكويت، فاول. ذياب، القصار، ذياب مرة ثانية، أحمد عباس يحاول يصوب، واللي أحلى عدن جابر، لعبة حلوة من أحمد فوق العارة، ترتدي إلى حسن جابر رقم 6 من الكويت. إصابة التعادل يسجلها اللاعب حسن جابر. دقيقتين، جولين، جول الكويت وجول الصين، والكرة مع الكويت، أحمد عباس إلى ذياب. كرة مع الصين، 3-10، أحسن عدنان. مع فريق الصين، أحسن علي عباس. علي عباس بالأمس كان نجم من نجوم المباريات. كرة مع ذياب، ضايف، لاعب الصين رقم 8، نقل حلو، كرة فوق، نقل حلو بين لاعبين الصين، نقل كرة حلوة. كرة مع الكويت، ذياب، ذياب إلى ضايف، مرة ثانية إلى أحمد عباس، عدنان عبد النبي، لمن؟ فاول على ضايف. كرة مع لاعب الصين رقم 8، 7، إصابة على طول رقم 7 كين باي من الصين.
ذياب فاول كرة مع الكويت فاول ضايف والقصار وعدنان فاول القصار احمد عباس صالح ضايف مرة وفاول في فاول خمس دقائق طاف خمس دقائق من الشوط الاول والنتيجة 2 الصين 1 الكويت والكرة مع جاسم ذياب صالح ضايف الى القصار ذياب كرة مع فريق الصين 6 ونقل حلو سريع 6 وإصابة قلت لك نقل سريع رقم 6 لياو كيو لياو كيو كرة مع فريق الكويت جاسم ذياب عدنان إلى جمال الخضري أول مرة يشكل الكويت 4-2 هجوم ذياب جاسم القصار شوف فاول طول اللاعب رفع ايده للحكم عارف انه فاول يعني ما في اي احتجاج كره مع ذياب من الكويت القصار جاسم يا سلام يا جاسم كره حلوه ولعبه حلوه حلوه يا جاسم اللعبات الحلوه طبعا نصرخ لها ونقول حلوه